بشتغل بلم خردة بالحارات. خباز نكبس خبز طبق. أنا بشتغل بالخضرة. مهنة الحلاقة. أنا بسطايلي. أنا مشغل لف محركات. ببيع جميد جبنة وببيع سماق. في الأردن في عام 1952 تحديداً كانت نسبة الأمية حوالي 88%، وبحسب الإحصاءات وصلت الأمية ل 5.1% عام 2020 للي أعمارهم 15 سنة فأكثر. ومن نسبة الأمية لخريجين الجامعة اللي تتجاوز عددهم في سنة واحدة 55,000 خريج. التعليم كل يوم عم ياخذ من عقول العائلات الأردنية مساحة هائلة، وهذا بيأثر بشكل مباشر على سوق العمل وعلى جودة التعليم بحد ذاتها. اليوم قررنا نسأل المجربين عن وظائفهم وتعليمهم. درست لغة عربية، بشتغل مدرس لغة عربية. طيب بتحس انه شهادتك الجامعة هي احسن، ولا لو تعلمت حرفة تشتغل فيها كان احسن؟ لا اكيد الشهادة الجامعية احسن بكثير. السبب في ذلك انه احيانا اي نعم ممكن الناس اللي مش دارسين يكون وضعهم المادي احسن، لكن في ظروف الكورونا اللي مرينا فيها وجدنا انه الناس اللي متعلمين اللي بيشتغلوا في وظائف ثابته استفادوا من هاي الشهاده اكثر من الناس المهنيين اللي تعرض شغلهم الى كثير من الضرر اثناء الكورونا. طب بتحس مين احسن، شهاده الجامعه ولا انه يكون معك حرفه؟ والله هو شهاده الجامعه طبعا افضل، خبره ودراسه وعلم، يعني بتشتغل في الشغله بالعلم، يعني مش هي الخبرة كويسة بس لازم يكون علم بعدين الخبرة. قدرت تدرس جامعة؟ لا أنا مش دارس جامعة. ليش؟ ما كملت درس دبلوم. طب بتحس إنه لو معك شهادة جامعة أحسن ولا لا الحرفة اللي أنت تعلمتها رح تخلي حياتك أحسن؟ والله هي أحسن. هذا الشغل تعلمته لما درست بالجامعة ولا تعلمته؟ لا صدقا أنا ماخذ يعني دورات تمام تدريب مهني. يعني بالنسبة لك حرفتك كانت أحسن من لو حصلت على شهادة جامعة؟ ممتازة، حرفتي ممتازة، ولحد الآن بدي أجتهد كمان اللي أطور من مجالي وأطور من ووسع من شغلي ووسع مدخلي. بتفكر مستقبلاً أنك تأخذ شهادة جامعة عشان تكمل تطوير على شغلك ولا لا؟ هاي نظام بالنسبة للجامعة هاي مناي يعني، ولكن شوي الأوضاع صعبة. بتحس ان اولادك مستقبلا بتحبي يتعلموا جامعه ولا بتحبي انهم يتعلموا حرفه؟ لا جامعه. ليش؟ كمستقبل اضمن يعني واحسن. التعليم بيعمل لهم وظايف، بيعمل لهم علم، بيعلم كل شيء يعني. يعني حرفه وجامعه يعني بنفس المثل، في سيوله في ماده، يعني الواحد معاه يعلمهم جامعه يعلمهم حرفه كويسه، الحرفه كمان هي صنعه كويس، هي احسن من الجامعه. لا حرفه يستفيدوا منها. ليه؟ لأنه ما فيش شغل للتعليم، أما كصناعة في شغل. عندك أولاد؟ أوه عندي. الله يخلي لك ياهم. 8 بنات و7 أولاد. ما شاء الله. ما حدا فيهم تعلم جامعة؟ لا لا. طب إيش اشتغلوا؟ والله اللي بيشتغل عامل، واللي بيشتغل في مطعم، واللي بيشتغل في محجر ومشكل يعني. طب انت شو كنت حابب انهم يتعلموا ولا انهم يتعلموا؟ والله الظروف ما سمحت، انا حابب يتعلموا بس الظروف ما سمحت. طب هلا بتحب انك تدرس احفادك بالجامعه ولا برضه يتعلموا؟ طبعا احفادي بنات بناتي وبنات اولادي هسا بدرسوا وخلصوا، في منهم خلصوا جامعات. وبعد ما سالنا المجربين صار الوقت لنسال ونعرف شعور الشباب اتجاه تخصصاتهم ووظائفهم. وبما انه لسه شباب، فهل ممكن إنهم يتركوا وظائفهم ويرجعوا يتعلموا إشي جديد بيحبوه ومقتنعين فيه؟ شو درست في الجامعة؟ حاسبة. هذا التخصص كنت أنت حابب تدرسه ولا أهلك حبوا يدرسوك إياه؟ والله لا أنا ولا أهلي. بتحس شهادة المحاسبة أحسن ولا لو درست حرفة كان أحسن؟ لا بالنسبة للمحاسبة أصلا، أنا من وأنا صغير ما بحب الإشي فيه تعب، وهذا الأساس درست المحاسبة، إشي مكتب كان بدي إياه. درست جامعة أو لا؟ لا ما درست، صار 12 سنة تارك المدرسة، شو أصرف على الدار. لو رجع فيك الزمن لورا وكان عندك امكانات تتعلم جامعه ولا لا؟ بتعلم. شو بتتعلم؟ بتعلم اي شيء. امي ارجع على المدرسه. بتندم ندم ليش طلعت من المدرسه؟ انا مبطل من الصف العاشر، وبعديها اتجهت لعده صناعات، واخر شيء اخترت اللي هي مهنه الحلاقه. بتحس انه شهاده الجامعه احسن ولا الحرفه اللي معك طبعاً احسن؟ طبعا طبعا الشهاده احسن والمهنه كويسه، بس الشهاده دائما احسن. في النهاية
التعليم لازم يكون اختيار ومش فرض، ولازم قبل كل شيء يكون عنا نظام تعليمي أساسي يفهمنا ويعلمنا ويوسع مداركنا لنقدر نعرف شو العلم والتعليم يلي منفضل ناخده. وذكر دائما إنه المجتمع هو مجموعة من الأفراد اللي بتكمل بعض، وكلنا بكافة أعمالنا وبكافة اختلافاتنا عناصر فعالة بتجعل المجتمع أفضل وبتساعده على التطور.